ألف ألف مبروك. الحمد لله طبعا كرم وتوفيق ربنا طبعا في الأول وفي الآخر. الماتش كان طبعا ماتش صعب وفريق فيوتشر بن الله هارد لاك فرقة محترمة وفريق كبير، والتاني مرة يوصل نهائي، وصل نهائي الرابطة وخد البطولة السنة اللي قبل اللي فاتت، وادي السنة دي هو في نهائي السوبر، هو فريق محترم بنقول له هارد لاك، والحمد لله توفيق ربنا في الأول وفي الآخر. الحمد لله الحمد لله، اللي بتبقى صعبة بيبقى طعمها أحلى، والحمد لله الماتش كان يعني لغايه دقيقه 70 كان الدنيا ماشيه كويس وماسكين كوره، بس يعني بتحصل عادي، بيحصل شويه تراخي بيحصل كده، وللاسف حصل طبعا، احنا اخطانا كلنا بما فيهم انا طبعا اول واحد، والحمد لله قدرنا نتدارك ده ومسكنا نفسنا، والحمد لله ربنا كرمنا في الاخر، عشان احنا تعبنا وتعبانين من اول سفريه، احنا بقى لنا 18 يوم، كله سايب اهاليه واللي سايب ولاده واللي سايب بيته، فالحمد لله ربنا كرمنا من واسع الحمد لله. طبعا الحمد لله وحش افريقيا القادم، اقسم بالله والله وحش افريقيا، حبيبي انا براهن عليه مع اي حد وعلى اي حاجه حبيبي.